رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، مواصلين حتى للخمسة نتاع العشية. أكيد نحكيو على موضوع عن الفريق البارح، أكيد تابعتوا معنا الأخبار، بل أكيد إيقاف المحكمة الابتدائية عفوا الديسيزيون أخذته الجامعة وإقرارها باستمرار المسار الانتخابي لانتخابات النادي الإفريقي. حبينا ناخذ طرف محايد في الموضوع باش ناخذ وجهة نظر نتاعو القانونية. معنا بالتليفون الأستاذ أنيس بن ميم. ماتي، أهلا بيك. مرحبا بك سلام، ومرحبا بكل ضيوفك وكل المستمعين. شنو أحوالك ماتي؟ صباح الحمد لله، لاباس الحمد لله. دونك مشكور استاذ على تدخلك معنا. كما كنت تسمع فينا، حبينا ناخذ وجهه نظر القانونيه من اي زاويه تقرا ديسيزيون تاع المحكمه البارح باستكمال المسار الانتخابي للنادي الافريقي للانتخابات هذه. هل الجامعه اليوم مطالبه بانها تكمل المسار هذا؟ لا، الحقيقه ما تنجمش تكمل المسار الجامعه التونسيه لكره القدم، لانه اولا هي بتعهدها بالملف مش بموجب الاختصاص، لكن بموجب تكليف من الهيئه المديره للنادي الافريقي، وبمجرد انه ما صارتش الانتخابات حال يرجع التكليف لصاحبيه. واذا كان الهيئه المديره للنادي الافريقي ترى موجب لاستكمال الانتخابات هذه او اعاده الانتخابات او دعوه لانتخابات جديده، يبقى النظر لها، وقد تنجم تعهد الجامعه وتعهد الهيئه المستقله للانتخابات، او تنجم تقوم بالاجراءات بالمسار لوحدها، مش مطلوبه الجامعه لا في النادي الافريقي ولا في غير النادي الافريقي، هي مطلوبه تعمل ملف حسب التكليف اللي جاها بالضبط. والديسيزيون تاع المحكمه دونك كيفاش تقراها ماتر؟ علاش خذوا ديسيزيون هذا والجامعه؟ هو ساعة اولا ساعه، شوف نص القرار اللي صادر يدلل انه اولا ساعه القرار الصادر على محكمه غير مختصه، باعتبار انه كل النزاعات اللي تخص الفرق الرياضيه ولا الاتحادات الرياضيه ما تنجمش تخضع الى المحاكم العاديه والمحاكم الاداريه ولا غيرها. هذا بموجب الستاتيو نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم اللي جمعيه نادي افريقيا منخرطه فيه، وبموجب ايضا الستاتيو نتاع الفيفا. دونك هذا يعرف اساسا قبل كل شيء للفريق النادي الافريقي اذا كان يطبق القرار هذا الى عقوبات سواء من الاتحاد التونسي او من الفيفا، او كيف اذا كان الجامعه التونسيه نفسها اذا كانت تخضع الى هذا القرار وتبدو تعرض نفسها الى عقوبات زاده كيف في ايقاف النشاط وتهديد التجميد من طرف الاتحاد الدولي فيفا. هذا من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه، واذا ترجع للستاتيو نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم، الهيئه المستقله للانتخابات راهي ماهيش هيكل من هيكل الجامعه ولا خاضعه لاوامرها، هي هيئه كهيئه منتخبه مستقلة عن المكتب الجامعي، إذن لا يأتمر بأوامر المكتب الجامعي ولا يخضع لقراراته ولا لسلطته، وبالتالي أن صدور القرار على الجامعة من الجامعة ما عنديش علاقة عضوية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. معناه أستاذ حسب النقطة الأولى، القضاء العدلي ما ينجمش بأي حال من الأحوال يتدخل في مثل هذه القضايا الرياضية. والقرارات متعددة في الفقه القضاء هذا، خصوصا النظر برشا قرارات صدرت برفض الدعوة أو بعدم الاختصاص، بعد أعلان عدم الاختصاص. نذكروا في القضية في المحكمة الإدارية اللي قاموا فيها بإبطال انتخابات، صدرت المحكمة الإدارية قرارات وتمت الانتخابات. عديد القضايا الاستعجالية اللي صدرت كيف برفض لعدم الاختصاص، بطبيعة الحال وما زالوا إلا قضاء مع قرار قضائي ابتدائي الدرجة يقبل الاستئناف ويقبل الطعن بعده بالتعقيب. بطبيعة الحال دونك لازم يكون نهائي وبات باش نجم نحكم عليه من بعد، لأن القرار ذا في طريقه من ناحية القانونية ولا مش في طريقه. برأيك أستاذ الجامعة باش تمشي الاستئناف ولا تقول لك أنا ماهيش ملزمة بالديسيزيون هذا وخلي هما يعملوا اللي يحبوا وأنا نعمل اللي نحب؟ لا، هي ما تنجمش تلزم اصلا حتى الجامعه، كيف تلزم انت الجامعه؟ قرار غير ذي موضوع. اللي يقوم بالمسار الانتخابي هي الهيئه المستقله للانتخابات بالجامعه التونسيه لكره القدم، اللي هي هيئه منتخبه ومستقله، ما عندهاش علاقه عضويه بالمكتب الجامعي، معناتها رئيس الجامعه ما هوش في صلاحياته باش ينجم يؤمر الهيئه المستقله للانتخابات باش تدعم المسار الانتخابي للنادي الافريقي، ولا الكاتب العام كيف عنده سلطه على الهيئه هذه، هي مستقله منتخبه، اعضاء منتخبين في جلسه عامه انتخابيه للجامعه التونسيه لكره القدم من طرف النواب. وبالتالي حتى على العضويه ما ثماش سلطه، معناتها الكتاب تجيب قرار ضد الجامعه ما ينجمش، خاطر نقرا انا في القرار يقول هو هيكله تابع عليها وهيكل غير تابع للجامعه التونسيه لكره القدم وهيكل مستقل، كيفه كي لجنه استئناف كي لجنه تاديب كلها هيكل مستقل هذه ماهيش تابع للجامعه، لو كنت تجيب القرار موش على الشخص كونسيرني به. اي مفهومه النقطه هذه استاذ، لكن باين خلاص لك على اللجنه هذه نتاع الانتخابات، معناها تنجم تقول لك باش تمشي الاستئناف اللجنه هذه والا باش تقعد تتبع الديسيزيون والا تقول لك انا سونفو معناها. ما هو شوف القرارات اللي صادره ثم قرار بيت اللي هو وقت اللي انهاوا المسار الانتخابي كان قرار، والقرار هذا يعتبر قرار ابتدائي الدرجه، لم يتم استئنافه، ما كان تم استئنافه حتى دونك هي تخليها استئنافه في التاسة الاستئناف ولا قدام لجنه الاستئناف الجامعه التونسيه لكره القدم، وبعدها تنجم تمشي بها للتاسك كيف. دونك ثم مسار
قضائي معروف معناتها بالنسبة للقضايا الرياضية، معناتها إذا كان عندك يقبل الاستئناف إذا كانوا قرار صادر على أحد اللجان من الهيئات الموجودة في الستاتيو، يقبل الطعن فيها قدام الاستئناف، وبعد الاستئناف تطعن في الطاس. إذا القرار صادر على المكتب الجامعي بطبيعة الحال تطعن قضية قدام ديريكت مو قدام الطاس. دونك الهيئة القضاء العادي ما عندهش حتى اختصاص في نظرة المواضيع هذه في أي موضوع كان رياضي، مهما كان مهما كان الموضوع الرياضي بالنص يخرج عن نطاق أنظار الهيئات الإدارية مع القضائية الإدارية والقضائية العدلية. وأكثر من هذاك مش يخرج بركة، تعاقب النادي اللي يلتجأ للشيء هذا وقاعد يتعاقب المسؤول اللي يلتجأ للشيء هذا. برايك أنت أستاذ علاش مشاو للتمشي هذا ما مشاوش للمسار العادي معناه؟ الحقيقة ما عنديش جواب، لأنه هما يعرفوا علاش التجأوا معناتها في المسار هذا الحقيقة. أما أنا الحقيقة نستغرب معناتها، لأنه كما قلنا من فك القضاء الموجود والمتواتر في القضايا اللي يشبوا لهذوما الكل، ولينا برشا جمعيات أعضاء منخرطين. نذكر أنا معناتها المنخرطين تاع الملعب التونسي شكاية وقتها بلاي المديرة، ترفضت جمعيات كثيرة شكيت كيف كيف وترفض القرار، وحتى اللي تقبل في الابتدائي تم نقضه في الاستئناف. دونك معناتها الحسم مره اللي اليوم التهديد راه مش في انك تعاود انتخابات او تستقبل انتخابات، التهديد شو وجود وكيان النادي الافريقي، لانه اليوم النادي الافريقي لو يخضع لهذا القرار خطر ان فانتكون دي انتخابات نادي الافريقي مش انتخابات جامعه تونس لكره القدم، يعرض نفسه كنادي الى تجميد النشاط والى عقوبات كيف كيف رياضيه واداريه زوز. واضح، يعطيك الصحه. كيما ناس مشات اسكات كيما زاد يجيو منخرطين يشفيو بالجمعيه النادي الافريقي لطيفة ويعلموها ان الجمعيه هذه كجمعيه رياضيه خاضعه للاتحاد التونسي لكره القدم، راهو نفذ قرار قضائي في خصوص مساله رياضيه تم تسييرها اللي هو من صميم التسيير الرياضي. راهو تنجم الجمعيه التونسيه لكره القدم تسلط عقوبات، وتنجم حتى الفيفا نفسها تسلط عقوبات على النادي الافريقي، والافريقي ماهوش ناقص وضع يظل يلزمه اكثر من هكا. واضح، يعطيك الصحة، واضح ظهر لي جبت من كل الزوايا أستاذ، لميت بكل موضوع من جوانب الكل، يعطيك الصحة شكرا ليك الأستاذ أنيس بن ميم على كل هذه التوضيحات. دونك حاس ما أكد أنيس بن ميم الأستاذ مختص في القانون الرياضي أكيد، دونك انتخابات النادي الإفريقي ماهيش باش تعاد أكيد، ولهذا الأقرب للواقع باعتبار عدم اختصاص المحكمة الإبتدائية في مثل هذه القضايا الرياضية. دونك مواصلين في البلاي موزيكا وحتى الخمسة راجعين.